السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعي قناة الدكتور أخ مؤمن وليد. كنتمنى تكونوا بتمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نحضر مع بعض واحد العصير منعش جدا رائع. غادي نديرو في الجزر والخوخ والمشمش. كنتمنى أخواتي الزنبور ينال إعجابكم. إلا عجبكم الحال ديما متنساوش ديرو لايك الفيديو وشاركوا في القناة باش تصلو جديد وصلات. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبة لهذا العصير هذا غنحتاجو ليه على بركة الله واحد نص كاس ديال مكاس ديال البرتقال اللي سبق لي حضرت معاكم. غادي نحتاجو جوج حبات ديال الجزر مسلوقين. غادي نحتاجو واحد الكميه يعني واحد 4 معالق كبار ديال الكونسونطري ديال الخوخ اللي سبق لي حضرت معكم، وكذلك واحد 4 معالق ديال الكونسونطري ديال المشمش. وهنايا الماء فسلقنا الجزر واحد 500 ملل. بطبيعة الحال اخوات اللي ما عندهمش يعني ما حضروش هاد الكونسونطري ديال الخوخ وديال المشمش ولا ديال البرتقال، انا سبق لي قلت لكم حضروهم وخبيوهم في المجمد لانهم راه تينفعوا بزاف في رمضان وتيسهلوا علينا العمليه بزاف، يعني تيسهلوا علينا الشقه وتيسهلوا علينا شحال من حاجه. اول حاجه قلنا ما عندناش هاد 3 ديال المركزات، تناخذوا واحد 4 الحبات ديال الخوخ، تناخذوا 4 الحبات ديال المشمش، تنحاولوا وكذلك واحد جوج حبات ديال البرتقال. البرتقال كنزولوا له القشره ديالو، كنزولوا له كذلك هذيك القشره البيضاء، وتنزولوا له العليفات اللي فيه، وتنحاولوا اننا نقيو الخوخ كذلك ونقيو المشمش، تنوضعهم في واحد الكاس سخون، تنضيفوا عليهم الماء يعني غير الماء اللي غيغطي لنا واحد جوج كيسان كبار، وتنوضعهم فوق النار مع واحد 4 معالق ديال السكر، تنغليهم فوق النار يعني يطيب واحد 10 دقائق. من بعد كنخليهم يبردوا وتنطحنوهم مع الجزر. يعني هذه هي الطريقه اللي غادي ديروا في حاله الا ما حضرتوش هاد المركزات هادو. هادو هما المكونات ديالنا اخوات اللي تبعوا معايا في ما درتش السكر، لان كتعرفوا مركز البرتقال حلو، كذلك الكونسونطري ديال الخوخ حتى هو حلو، يعني ما غاديش نحتاج السكر. يعني الطريقه جد سهله، غادي ندوزوا على بركه الله. بالنسبه للطريقه اخواتي، فتنوضعوا جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، وتنحاولوا اننا نخلطوا جميع المكونات مع الماء ديال الجزر اللي عندنا. بسم الله صافي اخواتي، غادي نحاول نخلط جميع المكونات وتنقدم العصير ديالنا بارد ومنعش. هذه هي الطريقه. بسم الله. العصير ديالنا اخواتي كتلاحظوا معايا من بعد ما طحناه فاش نقدموه بارد كيجي لذيد ورائع جدا هاد العصير هذا. ننصحكم تجربوه اخواتي. طبيعة الحال قلنا الا ما كانتش عندكم هذوك المركزات فيمكن لكم تعوضوهم بالطريقه اللي قلت لكم، انكم كتاخذوا الخوخ والمشمش والليمون تضعهم في واحد الكاس سخون، تزيدوا تضيفوا عليه واحد السترو تاع الماء مع واحد 4 معالق ديال السكر، وتنديروهم يغلوا واحد مده 10 دقائق، نخليهم يبردوا وتنطحنوهم بطبيعة الحال مع الجزر ولا مع خيزو. كنتمنى اخواتي هاد الوصفه تكون عجباتكم، الى عجبتكم ديروا لايك الفيديو واشتركوا في القناه باش تصلوا جديد الوصفات. الى حلقه قادمه بحول الله.